حلوه منك انت وفادوا الحركه دي، بس خليك فاكر ان اللي نفذ اكبر حاجه لغايه دلوقتي هو رأفت. ما هو عشان كده ياخد نصيب رضوان، مش هياخد شويه يعني. بس ناخده بس الاول يا فتحي، انا عمال اسمع عن ام النصيب ده بس ما بيجيش. ما انت يا اخويا لو كنت تقلت رجلك على البنزين شويه كنا خلصنا وما كانتش الحكايه بقى ليها ديل. بس يلا المره الجايه ان شاء الله هبقى تقل رجلي. المهم البت دي اكيد دلوقتي زمان جدها وجدتها بلغوا البوليس، لازم نخفيها في اي داهيه لا يجوا يفتشوا القاها هنا. عندهم حق يا فتحي، البت وجودها هنا غلط، مع ان لو عليا عايز اخدها ليه. ولا وجودها غلط ولا حاجه، خلي البوليس يجي ويلاقيها هنا، محدش له عندي حاجه، والبوليس اصلا الحوار ده ما يخصوش. يعني ايه دي ما فيهاش فتحه صدر دي يا فتحي؟ ولا فتحه صدر ولا زفت، البت دي انا عمها وانت عمتها، التانيين جدها وجدتها مش ابوها وامها. يعني لو بلغوا البوليس كل اللي على البوليس هيجي يسالني البت عندك، اقول لهم اه عندي، ومش هديها لحد. بنت اخويا ومحدش هيربيها غيري. التانيين هيقولوا لا احنا اللي عايزين نربيها، هنتخانق مع بعض. البوليس مش في ايده غير انه يودي الموضوع للمحكمه، والمحكمه تبقى تحكم بقى على مهلها، ساعتها يبقى حلها الحلال. لكن لو انتوا فاكرين ان البوليس في ايده يقول البت تقعد عند مين، تبقوا غلطانين. يعني مش هيعملوا لك حاجه ازاي يا اخويا وانت خاطفها؟ هو في عم بيخطف بنت اخويا هبله؟ دماغك سم مجمع لما وفى يا عمري. بلاش تسرق كلامي يا ولا. امال فين ياسر وعبد المحسن؟ ياسر في الصيدليه وعبد المحسن معرفش.